على أنقاض الإمبراطورية الروسية في العام 1917 ظهرت أوكرانيا ذات الحكم الذاتي بداية، ومن ثم أوكرانيا الدولة المستقلة برئاسة المجلس المركزي. وأنشئت في الوقت نفسه أجهزة الجمهورية الشعبية الأوكرانية السرية التي لم تكن قادرة على مواجهة عمل البلشفيكيين التخريبي ودعايتهم ونشاطهم الاستخباراتي العسكري المتشعب، وكان لذلك أسبابه الموضوعية. شهدت الإمبراطورية الروسية في عام 1917 ثورتين اثنتين، ثورة فبراير البرجوازية وثورة أكتوبر البلشفية، وكانت الأخيرة في الواقع انقلاباً مسلحاً كلاسيكياً، وجاء بنتيجتها إلى السلطة أناس لم تكن لديهم الخبرة اللازمة لإدارة الدولة، ولكن كان لديهم تجربة إرهابية وتآمرية والقدرة على مواجهة قوات السلطة. كان البلاشفة يعرفون التحرك بشكل جيد في الأعمال غير القانونية، كانوا بارعين في التخريب ومكافحة التجسس وتوجيه حافل الناس الجاهلة، واستخدموا كل ذلك ضد الجمهورية الشعبية الأوكرانية الفتية. عندما نتحدث عن التجسس ومكافحة التجسس لا نعني هذا بالشكل الكامل، وإنما ما شكلوه واستخدموه حسب الضرورة ووفقا للحالة. ومن الواضح أنه خلال الحرب وعمليات الحربية كانت مهمة التجسس الرئيسة هي الاستطلاع العسكري، لأنه بطبيعة الحال كان من الضروري معرفة ما يجري خلف الجبهة وما هي الإجراءات التي يجري إعدادها ضدنا. وكانت مخططات التجسس ومكافحة التجسس الكلاسيكية قد بدأت بالتشكل. كانت أشكال عمل الأجهزة الخاصة الأوكرانية تقليدية، عمل المخبرين، المراقبة الخارجية والاطلاع على المراسلات، كما استخدموا مجموعة متنوعة من الوسائل التقنية مثل التنصت على الهواتف، واستخدموا الطائرات القليلة لجمع المعلومات في بعض الأحيان. استعيرت جميع أساليب العمل هذه من الأجهزة السرية لروسيا القيصرية، واستخدمها الأشخاص الذين لم تكن لديهم خبرة عملية، حيث أن حكومة المجلس المركزي الاشتراكية منعت تجنيد رجال الدرك السابقين وغيرهم من العاملين سابقا في الأجهزة السرية القيصرية. قام المجلس المركزي بارتكاب أكبر خطأ في سياسته التوظيفية عندما تخلى عن الكوادر القيصرية القديمة ذات الخبرة، وحدث هذا في جميع مجالات الحياة العامة، ورفضت على وجه الخصوص خدمات العملاء السريين وخدمات رجال الدرك القدامى الذين كانوا يعملون في التحقيقات السياسية. وهكذا تم توجيه ضربة إلى كوادر الاستخبارات الأوكرانية والأجهزة السرية المستقبلية التي لم يكن يجري إصلاحها. في عهد المجلس المركزي قامت الإدارة السياسية لوزارة الشؤون الداخلية بوظائف الخدمة السرية، وشملت اختصاصاتها التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الدولة ومكافحة الفوضى ومكافحة دعاية العدو، ولكن لم تحقق هذه الإدارة أي نتائج تذكر. وتغير الوضع بعد الإضاحة بالمجلس المركزي عندما تأسس الهيدمان بافلوس كاراباتسكي في أبريل من عام 1918 الحكومة الأوكرانية، حيث دعا الأشخاص المهنيين لشغل المناصب الحكومية العليا، كما كانوا يقولون سبيتسو، وهم كانوا من بين المسؤولين القيصريين السابقين وجنرالاته. شكل يومها جهاز حفظ الأمن حرس الدولة، وكان يضم وحدة منفصلة كانت تسمى بقسم التوعية، عمل فيها عملاء التجسس ومكافحة التجسس المحترفين. كانت الخطوات الأولى التي اتخذتها خدمة الهيتمان السرية تهدف إلى استعادة شبكة التجسس القيصرية السابقة الواسعة، ولم تعين في الخدمة الجواسيس على الأراضي الأوكرانية فقط بل وعلى الأراضي التي يحتلها البلاشفة. لم يتوقف الهيتمان عند هذا الحد، فلقد أنشأ جهازاً استخباراتياً موازياً في مقره الشخصي، وكان هدفه الرئيس الحصول على المعلومات الاستخباراتية من مصدرين مستقلين. وأثبتت هذه الممارسة فعاليتها تماماً، كما أوكل إلى جهاز الهيتمان الخاص السري مهمة حماية رئيس الدولة وعائلته ومكان إقامته على مدار الساعة. قامت وزارة الحرب المشكلة حديثاً بالخطوات الأولى في اتجاه العمل الاستخباراتي تحت إشراف أمانة المجلس المركزي، وجمعت تحت جناحيها ما يسمى باللجان الأوكرانية على جبهات الإمبراطورية الروسية، وهي كانت عبارة عن مجموعات من الوطنيين، وقامت في وحداتها العسكرية بالدعاية للأكرنة. وكان السكرتير العسكري سيمون بيتلورا يرسل إليها التعليمات بما فيها كيفية انتقال الوحدات إلى أوكرانيا.
جنرال باولو سكوروباتسكي سارسكي جنرال جنرال ليتنان. وقف الجنرال القيصري بافلو سكاربادسكي إلى جانب المصلحة الوطنية وأكرن فيلقه، حيث كان يحلم أن يصبح هذا الفيلق قاعدة الجيش الأوكراني المستقبلي. ولكن موقف المسؤولين في المجلس المركزي كان مختلفاً، ولقد تحدثت عن هذا سابقاً. لم يشأ المجلس المركزي تمويل فيلق سكاراباتسكي الجاهز للخدمة، فتم إعادة تشكيله، وكان موقف الحكومة الأوكرانية آنذاك متناقضاً تماماً، وأعرب عنه رئيس الحكومة فلاديمير فينتشينكو بكل وضوح: ستملأ العالم قريباً الأفكار الاشتراكية وستختفي الدول التقليدية، لذا لن يكون هناك حاجة لا لجيش ولا لرجال القانون ولا للاستخبارات، وسيكفي وجود الناشطين والميليشيات الشعبية للحفاظ على النظام العام. ولم يشاركه هذا الرأي اشتراكي آخر، والأمين العام للشؤون العسكرية لحكومة فينيتشينكو سيمون بيتلورا. وعد الجهاز السري واحداً من أفضل الأدوات الحكومية سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية. عندما وصلت إلى الأمانة العامة للشؤون العسكرية التي كان يترأسها بيتلورا، الشهادة الاستخباراتية الأولى من الأفواج المؤكرنة من شمال روسيا علم أنهم يريدون نقل الأوكرانيين باتجاه فنلندا لعرقلة استقلالها. ولم تسمح تحديداً أوامر بيتلورا والأفواج الأوكرانية للحكومة الروسية المؤقتة وبالتالي البلاشفة بإعاقة مسيرها فنلندا نحو الاستقلال. هذا وبشكل غير متوقع بدأ تاريخ الأجهزة السرية للجمهورية الشعبية الأوكرانية. في نفس العام أجرى العملاء الأوكرانيون السريون مفاوضات ثنائية سرية مع الممثلين الألمان في بريست ومع حلف الوفاق في إيسا الرومانية. ونظمت هذه الاجتماعات قبل ظهور وفود أوكرانيا الرسمية في مؤتمر السلام. كما ويوجد هناك معلومات عن تحقيق الجواسيس الأوكرانيين نتائج جيدة جدا، ولهذا السبب استقبل وفد المجلس المركزي بالترحيب، وخرجت أوكرانيا من الحرب العالمية الأولى بشروط مواتية. وفي صيف عام 1917 التقت وزارة الخارجية الأوكرانية التي كانت تسمى أمانة الشؤون العرقية برئاسة شولجين بالسفير الفرنسي في روسيا نولاند، الذي كان يعمل لصالح المخابرات الفرنسية والذي عرض على أوكرانيا المساعدة السرية. ووصل في نفس الوقت جان بليسي إلى كييف وهو نائب فرنسي عمل أيضا لصالح الاستخبارات، وجاء باج ضابط المخابرات البريطاني أيضا، وبدأوا في جمع المعلومات الاستخبارية. هكذا بدأ التعاون والمنافسة بين الأجهزة السرية التي لم تكن رسمية بعد في أوكرانيا. وبالنتيجة تعاونت دوائر هتلر السرية مع دول الوفاق، ولم يعرف عن هذا الكثير، لذا كانت تدور الشائعات حول أن الهيتمان كان دمية بيد ألمانيا. وفي الواقع كانت العلاقة مع دول الوفاق قوية، وكانت تتم من خلال السفارتين البريطانية والفرنسية في بطرسبورغ. كانت تأتي من هناك المراسلات، وكان يجري تبادل مستمر بين العملاء، ويذكر المؤرخون على الأقل حالتين موثقتين. الحالة الأولى عندما اعتقل الألمان جواسيس الهيتمان، واضطر رئيس الإدارة الخاصة ميترو بوسلو لزيارة مقر الجهاز الألماني السري أوبر كوماندو وسرقة الوثائق التي استولى عليها الألمان عند تفتيش جواسيسنا. وكان من بينها على وجه الخصوص رسائل من الهيتمان إلى بريطانيا العظمى، وقام بوسلو بإتلافها فورا. وكان هناك حادث آخر أكثر إثارة. كما كان هناك حادث من هذا القبيل، حيث أرسل الإنجليز مراسلاتهم إلى سكاراباتسكي في أوعية مربى. سلموا ببساطة صندوقاً من المربيات، وفي إحدى الأوعية كانت تنقل الوثائق السرية. وعندما سرق أحدها في محطة سكة الحديد في كييف، أصابت سكاراباتسكي حالة من الذعر، وصرخ حرفياً في مقر إقامته بأن الألمان سيكتشفون أمره وسيعدمونه لتواصله مع دول الوفاق. ومع ذلك لم ينكشف أمره
هذا الوعاء وأمر الضابط بعد ذلك تمويه العلاقات مع دول الوفاق أكثر.